الحمد لله كل هو الله أحد بفضلها يا رب لا تكلنا إلى أحد وأغننا بها عن كل أحد يا من عليه المعتمد وإليه المستند عاليا على العلا فوق العلا فرض صمد ورزقه ميسر يجري على طول المدد يا خالقي خذ بيدنا من الضلال الى الرشد ونجنا يا رب من كل ضيق ونكد بحق الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونرحب بكم اخوه الايمان والاسلام على موقع شروق الاسلام ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفع به وان يستخدمنا واياكم في طاعته اللهم امين اخوه الايمان هيا بنا نتعرف سويا على ليلة من ليالي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان ليله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان قيامه وبكاؤه؟ وكيف كان صلاته وخشوعه عليه الصلاه والسلام؟ فيما اورد الامام ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى حكايه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول جاء الي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي فنام على فراشي ثم بكى وقال ذريني يا عائشه اتعبد لربي قالت فقلت والله يا رسول الله اني لاحب قربك واحب ان تتعبد لربك قالت فقام صلى الله عليه وسلم فبكى وتوضا فبكى حتى بللت دموعه لحيته ثم قام فصلى فبكى حتى بللت دموعه ثيابه ثم سجد فبكى حتى بللت دموعه الارض ثم جاءه سيدنا بلال رضي الله عنه يؤذنه للصلاه الصلاه الصلاه يا رسول الله فوجده يبكي فقال له يا رسول الله لم تبكي؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال وما لي لا أبكي؟ وقد أنزل الله علي الليلة آيات لم ينزل علي من قبل مثلها. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار "ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار" ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلى آخر سورة آل عمران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها. ويل لمن قراها ثم لم يتدبرها ويل لمن قراها ثم لم يتدبرها وفي موضع اخر يقرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى حكايه عن سيدنا ابراهيم عليه السلام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وحكايه عن سيدنا عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقال يا رب امتي يا رب امتي فانزل الله عليه الامين جبريل وقال له يا محمد انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك ونزل عليه بقول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولذا قيل ولقد قرانا في الضحى ولسوف يعطى فسرى في النفس هذا العطاء وحاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء والسؤال الان ما الذي جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تبلل دموعه لحيته وما الذي جعله يبكي حتى تبلل دموعه ثيابه وما الذي جعله يبكي حتى تبلل دموعه الارض ان العالم كله باسره يبكي حين يذكر عظمه الله تعالى وحين يذكر جبروت الله تعالى وان الانسان مهما عبد لله وسجد لن يوفي قدرا يسيرا من نعم الله عليه هل كان بكاء الحبيب صلى الله عليه وسلم من الذنوب حاشاه والله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كما قال سبحانه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فما الذي كان يبكيه صلى الله عليه وسلم ما هو الا علمه بعظمه ربه وجلاله فانه صلى الله عليه وسلم كان اعلم الخلق بالخالق تبارك وتعالى وكان اخشى الناس لله واتقاهم لله فليس دوما البكاء من كثره الذنوب وانما يكون من صفاء القلوب فكلما فكلما ازداد الانسان علما بربه ازداد خوفه من الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون قدر الله تبارك وتعالى والذين يعلمون قدر الله عز وجل هم العالمون به وهم اكثر الناس خوفا من الله تبارك وتعالى وكان صلى الله عليه وسلم كلما راى الريح تهب يدخل البيت ويخرج فتقول له ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها هون عليك يا رسول الله فيقول وما يؤمنني أن يكون في هذا الريح عذاب الله تعالى فقد عذب الله أقواما بالريح وقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فما الذي كان يبكيك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما كثيرا انما هو ايمانك بربك سبحانه وعلمك بربك سبحانه وتعالى فواجب العالم اجمع ان يبكي من خشيه الله عز وجل وان يبكي من خوف الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل جعل في الخوف منه الامان في الاخره فان الله لا يجمع على عبده امنين ولا خوفين فمن خاف من الله في الدنيا امنه الله يوم القيامه ومن امن من الله في الدنيا خافه الله يوم القيامه والخائفون من ربهم في الدنيا هم الامنون يوم القيامه سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اي بكت من خشيه الله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين رزقني الله واياكم الخوف منه والامان يوم نلقاه اللهم اجعل خير ايامنا واسعدها يوم نلقاك فيه يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.